ماما؟ ماما؟ أيوة فريد، ده أنا نور بنتك التانية. إيه رأيك لو نطلع الجنينة ونقطف الورد اللي فريدة بتحبه ونروح لها؟ لا، فريدة مش بتحب الورد يتقطف عشان بيموت، هي بتحب تشوفه عايش. عندها حق. أنا كنت أقصد يعني إن إحنا ممكن بعد النيابة نرجع الولاد ونروح نزورها شوية. أنت ليه بتعملي كده؟ ليه عايزة تضايقيني؟ أنا عايزة أضايقك. ليه بتقولي الكلام ده؟ عشان لازم تعيشي في الأمر الواقع يا ماما، وهي أكيد محتاجة إن إحنا نزورها. نزورها فين؟ نزورها فين؟ أنا مش فاهمة. قلت لك 100 مرة عايشة وموجودة معايا وأنا حاسة بيها هنا، حتى لو أنتِ مش عايزة تصدقيني. ولو سمحتي سيبيني لوحدي دلوقتي. ماشي، أنا هروح أصحي الولاد عشان ما أتأخرش. هنسيب يوسف هنا؟ كلمت ليلى قلت لها إن أنا هوديها لها.